السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. احنا النهارده موجودين معاكم عند شركه الامراء درب سعاده، احسن تشكيل واقل سعر. النهارده عندنا عروض جامده جدا جدا، غابوا علينا شويتين بس عوضوا لنا كل الفتره اللي فاتت دي. جايين بشحن مجاني، جايين بهدايا على العروض، وجايين كمان باسعار مش هتلاقوها في حته ثانيه النهارده عند الامراء وبس. النهارده عندنا تشكيله حلوه قوي، في معانا طقم الارشيا الالماني ده، حاجه عظمه يا جماعه، بكل التكوينات بتاعته موجود معانا. ده اليد الاكسدي، وطبعا موجود منه اليد الاستانلس، والحاله ليها معيار داخلي زي ما احنا شايفين. كل التفاصيل دي بكل المقاسات بكل التفاصيل اللي احنا عايزين نعرفها موجوده معانا النهارده في الفيديو. كمان هنشوف معانا طقم تورنيدو الاصلي اللي تبع توشيبا موجود معانا النهارده. شوف ارتفاع الحله عامل ازاي، الحله من جوه ما شاء الله، والالوان بتاعته بجد، وتقل الحله واليد بتاعتها تمسكيها حاجه محترمه جدا. تكويناته وكل تفاصيله برده النهارده معانا في الفيديو. احنا مش بنسكت على كده وبس، لا، كمان جايبين معانا نيوفريم، وجايبين معانا سافرون تيتانيوم كمان، احلى تيتانيوم ممكن تاخديه طبعا من عند الامراء. وطبعا السافرون يا جماعه، بصوا السافرون تيتانيوم عامل ازاي، سمك وجوده وخامه وبراند وسعر كمان. النهارده فين؟ عند الامراء. ومش كده وبس، الحاجات دي كلها اي طقم حلل هتاخدي عليه اي هديه من دول، سواء طقم الصواني الثلاث قطع اللي هو بيتفصل من الجنب ده تاخديه ده، او تاخدي طقم الهديه الباز وطبق الفاكهه والبونبونيره او طبق الفاكهه، معاكي ثلاث هدايا تختاري ما بينهم حاجه واحده. سكتنا على كده طبعا، ما سكتناش، ده احنا عند الامراء بالمستوردين يا جماعه. هنعمل ايه؟ اي طقم حلل موجود معانا في الفيديو استيراد شركه الامراء عليه هديتين، يعني هتاخدي اي هديتين من دول معاكي في قلب الفيديو. عايزين ندخل بقى الفيديو كده بقلب جامد، وندي لايكات كتير جدا، ونتفرج على الفيديو لغايه الاخر، لان احنا عندنا عروض عظمه منور الدنيا. ايه الاخبار يا باشا؟ تمام الحمد لله. بصوا يا جماعه، الشغل بيجي واحنا بنصور ما شاء الله، يعني احمد رصص لنا رصه محترمه جدا جدا ما شاء الله، عايز يجيب كل الشغل اللي موجود في المكان، كل الشغل. بنصور فيديو، لكن انا عايز اقول لك، انا عايز اقول لك ان انت الله اكبر، مهما تجيب احنا مش هنخلص تصوير في الشغل اللي موجود. فاللي مش هيتصور دلوقتي هيتصور بعدين، احنا هنروح من بعض فين بالظبط. احمد الحمد لله على سلامتك. كل سنه وانت طيب، عشان في اعياد عدت ما شفتكش فيها. عايزين نقول للناس، نفكرهم بقى احنا فين، ونرجع لهم كده العروض الحلوه بتاعتنا، ونقول لهم عندنا شحن ولا لا. احنا طبعا المكان بتاعنا ده، اول حاجه الشحن ده شيء مفروغ منه، عندنا شحن، والشحن كمان مجانا. ده إيه؟ اول الفيديو اهو، شحن مجانا على فاتوره ولا اي حاجه؟ ايوه كده مجانا. تاني حاجه هيبقى عندنا هدايا كمان. تمام، يعني هيبقى عندنا هدايا على الحاجات دي برضو. ايوه كده، ايوه احنا غايبين وجايين نقول لهم فاتوره ب5000، فاتوره ب10000، والكلام دوت عليه هديه. لا، كل طقم عليه هديه، انت حر. المتابعين بيحفظوا الفيديو حفظ، عايز اقول لك يعني. فالحمد لله، يعني في عروض حلوه وعروض قويه واسعار دمار ان شاء الله. تمام ان شاء الله. طيب احنا موجودين فين؟ العنوان، العنوان بتاعنا طبعا ما يتوهش، بس هنذكركم تاني بيه. اتفضل. احنا طبعا في وسط البلد جنب مديريه امن القاهره. تمام. بعد مديريه امن القاهره على طول في جامع البنات. تمام. في بنك مصر. احنا على طول في الناصيه اللي فيها بنك مصر على طول. تاني حلوة. اول دور على طول بالظبط. تمام. لو انت جايه من العتبه هتنزلي محطه مترو العتبه طبعا. هتتمشي شويه لغايه الهلال والنجمه، احنا جنب الهلال والنجمه بالظبط. تمام. غلبتي خالص، ما عرفتيش توصلي، معاكي ارقام التليفونات على الشاشه قدامك، هنيجي نجيبك من المكان اللي انت فيه. تمام، يلا نقول بسم الله ونبدا الفيديو بتاعنا. عندنا عروض النهارده حلوه قوي، النهارده فيديو البراندات. الناس اللي هتقول لي يا شيماء طقم الحلل بيوصل لمش عارف كام الف، لا، هو انا هنساكوا برضو، استنوا فيديو تاني للحلل، اسعار كلها على قد ايدينا وحلوه قوي، وانا معاكم اهو في الفيديو. بس ده فيديو وده فيديو عشان ما حدش يزعل، ما بحبش ازعل حد من متابعيني. واحمد بصراحه محافظ على الحته دي كويس قوي، وجايب لي العروض بتاعتنا زي ما احنا بنحبها. يلا نقول بسم الله ونبدا الفيديو بتاعنا. هنبدا من فين؟ من السافرون ولا الارشيا؟ بصراحه الارشيا. يلا نبدا يعني، بس ما تتخضوش من الاسعار، لان تقريبا اعلى حاجه عندنا بتبقى الارشيا. ما هو اعلى حاجه الارشيا، واعلى حاجه السافرون، اعلى حاجه النيوفلاند، دول اعلى. ده فيديو براندات، فواحده واحده كده، الناس اللي بيبقوا عايزين البراندات بيبقوا عارفين سعرها. فيلا بقى نبدا بالارشيا وخلاص. يلا بينا نبدا بالارشيا. ده كده حله 2 3 وكاسروله وقلايه بغطا وشبكه، حلو قوي. طيب نفتح؟ نفتح. بسم الله. معانا صفايه مكرونه. يعني احنا معانا ثلاث حلل، ومعاهم صفايه مكرونه تركب على المقاسات مختلفه. حلوه قوي، بتركب على كل الحلل، يعني بتركب على كل الحلل. حلوه دي ما شاء الله يا جماعه. بصوا اليد بتاعته على اكسدي كده، شايفين؟ والارشيه اهي موجوده هنا. تمام، مرايه بجد ما شاء الله. بصوا استانلس مطفي، حاجه محترمه
الحاجة تقيلة في ايدك ومجرد مصفى بس حاجة محترمة جدا. ورينا الحلة من جوه مبدئيا ليها معيار داخلي اهو، حاجة محترمة جدا بصراحة ما شاء الله، والحلة طبعا مطفية من جوه وليها انسيابية رهيبة. شيل الحلة يا احمد. دي الحلة اللي طالعة ارتفاع واحد، طبعا عليها اسم البراند هنا. القرش يا جماعة اهو مكتوب عليه ضمان 5 سنين، ومكتوب هنا اهو 18/10، حاجة محترمة جدا، توزيع حراري محترم. تقريبا اغلب الحلة مطفية ما بتلمعش اهي، تمام. والاكسسوري بتاعتها مطفية من بره، ويدوب الجزء اللي هنا ده هو اللي بيلمع بالغطا، تمام. واليد بتاعتها كبس، بصوا بصراحة يا احمد طقم محترم جدا مع اختلاف المقاسات بقى. القرشة طبعا ما يقولاش عليه حاجة، تمام، ما شاء الله حاجة محترمة. القرشة ما يقولاش عليه حاجة. طيب ده كده قلنا 3 حلل، من ضمنهم الصفاية وقلاية وشبكة تحمير، وكسرولة وقلاية. 3 حلل، وفي المصفى اللي احنا شفناها ديت، تمام، وفي الكسرولة، تمام، وفي الملاية وشبكة التحمير، طبعا كلهم بغطيان وضمان 5 سنين. وضمان 5 سنين. ده ايه؟ هاس شفر. هاس كفر. ده 14 قطعة. بصوا ده جميل، ده كتير. كم حلة؟ 4 5 6 حلل. 6 حلل وقلاية. 6 حلل وقلاية، ده حلو قوي ما شاء الله. 14 قطعة، طقم فيه كل حاجة. جميل 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 ما شاء الله. نفتح طبعا. بصوا بقى ما شاء الله، الحلة كبيرة، حلة عزايم يعني، شايفين دي مقاس كام؟ دي 32 ولا 34؟ دي 32. 32 ما شاء الله، جميلة. طيب بصوا الحلة كلها مطفية اهو، برضو حتة صغيرة دوب اللي بتلمع، حلة بغطاء عادية جدا، وتقدري تدخلي عليها كمان المصفى. المصفى دي بقى تستعمليها للبخار، تستعمليها تصفي فيها مكرونة براحتك خالص. بصوا مختارين لك اكبر مقاس، عشان لو هتعملي مندي هتسوي حاجة على بخار يبقى معاكي اكبر كمية تقدري تستعمليها. ما شاء الله بجد حاجة عظمة وحلوة جدا، جميلة دي قوي. طبعا كل التفاصيل موجودة اهي زي ما احنا شايفين، وقاس الحلة مكتوب عليها، تمام، وميد ان تركي. هنقلب حلة دلوقتي ونشوفها. ده مقاس تاني منها، بصوا بقى الحلة عاملة ازاي، بجد شياكة قوي. رهلي من تحت يا احمد، بصوا ميد ان تركيا 18/10، تمام، 304. مقاس الحلة، كل التفاصيل ما شاء الله مكتوبة، حاجة محترمة جدا ما شاء الله. طيب ده قلنا عليه 6 حلل يا احمد. ده استانلس على المغناطيس. ده استانلس على المغناطيس، تمام. تاني حاجة ان هنا اليد بتاعته مش لحام على طول، يعني مش لحام في جسم الحلة على طول. لا ده هنا واخدة كذا بونطة لحام، بحيث ان اليد معاكي ما تفكش بسهولة، تمام. طقم جميل جدا وعملي، يعني منزلين كمان ايه، منزلين في كل حاجه. 6 حلل ومصفى بتاعه البخار وقلايه، بالظبط، حلو جدا. ومصفى البخار والحله الكبيره مقاس 32 ما شاء الله، وقلايه، وقلايه دي زي الوك كمان كده، حلو قوي ما شاء الله. الطقم ده بكام يا احمد؟ الطقم دوت نزل معانا في العرض، احنا كنا كان بيتباع ب 9200، نزل معانا في العرض ب 6850. الطقم ده معانا يا جماعه 6 كم؟ 6850. انتوا متخيلين بجد حلو قوي. اي حاجه عليها هديه. ايه هديه بقى؟ اي حاجه عليها هديه. ايه هي الهديه؟ يعني مثلا ممكن تيجي تاخدي قالب كيك زي كده، قالب كيك الاشكال بتاع التورته. ده انا بالنسبه لي هتستعمليه، تستعمليه على البارد مش على السخن، عشان يعيش معاكي ويبقى حلو. بصراحه انا عندي بستعمله على البارد زي الفل من يوم ما جبته، جميل جدا. احجامه ومقاساته جامده جدا، في المربع وفي المدور وفي القلب، ما شاء الله حلو قوي واستعماله عظمه. ده كده هديه على اي طقم. ده هديه على اي طقم. احنا هنختار ما بين الهدايا اللي هتجيبها، بالزبط. صح؟ تمام. يبقى عندك ده تقدري تجيبيه، او ده طبق فاكهه. ايه الدلع ده؟ ده طبق فاكهه كريستال. ده سيتي جلاس، ده حلو قوي. شايفين؟ تحطيه كده على سفرة وفي فاكهة عندك، عندك ضيوف بقى، ما شاء الله، يعني حاجة عظمة. هدية، انت هتاخذ اي طقم من دول، ده عليه هدية. حلو قوي ده يا احمد برضو، تمام. ايه تاني ممكن بقى؟ الله، ده طقم الهدية اللي هو طبق فاكهة وفاز عاملة زي الكيس وبونبونيرة. طبق فاكهة، تمام، الفازة والفاز اللي عاملة زي الكيس دي، تمام، ومعاه كمان بونبونيره ليها قاعده كده رجول من تحت وغطا، ما شاء الله جميله جدا. خليها ما شاء الله، طقم حلو قوي وعظمه. انت عندك بقى يا ده، يا اما الطقم ده كده، يا اما طبق الفاكهه، يا اما قوالب الكيك، حلو قوي. تقدري تختاري منهم اي حاجه على اي طقم حلل بتشوفيه معانا النهارده، ده غير ان السعر لوحده عرض. طيب وقلنا عندنا كمان شحن مجاني على اي حاجه هتشوفيها النهارده في الفيديو. معانا بقى التوب بتاعنا لاينز واستيراد الامراء،
دي لوحدها حاجه عظمه يا جماعه. لو بيستوردوا حاجه بيستوردوا حاجه محترمه شركتنا. وبمناسبه استيراد شركتنا احنا هنديكي هديتين مش هديه واحده من اللي احنا قلنا عليهم. من اللي احنا قلنا عليه لا ده احنا مروقين يعني على الناس جامد. على استيراد شركه الامارة هديتين حلو قوي وعاملين لك عليه خصم. تمام. وتاني حاجه بعد الخصم عاملين لك الشحن مجانا يعني يعتبر معاكي ثلاث هدايا. ايوه ثلاث هدايا مش هديه واحده. تمام. مش ثلاثه كده انت كده معاكي اربعه. انت هتقعد تزود علينا يا احمد. قلنا السعر ماشي اربعه الامارة السعر عرض اثنين وهديتين وهديتين والشحن مجاني. الشحن مجاني تصدق اربعه اربع حاجات. اربع حاجات للامارات. اه طيب احنا ده كده كام حله؟ 1 2 3 4 اربع حلل وصينيه وقلايه وبراد. لا دي لبانه وبرادين تركي وطقم توزيع وطقم كنك. دول اثنين براد. دول اه الاثنين براد مع بعض. طقم جميل جدا وحاجه روعه بس مشكله طقم حلو واستعماله حلو. عندك كل حاجه هتستعمليها موجوده في الطقم. ليه يطلع ترند؟ يا سلام. بصوا ده مش الغطا بتاعه. هو كل براد ليه غطا مش كده؟ يعني البراد الكبير ده الغطا بتاعه والبراد الصغير ليه الغطا بتاعه. تمام؟ ده كده هتستعملي كل براد لوحده وفي نفس الوقت تقدري كل براد لوحده وفي نفس الوقت تقدري تستعمليهم على بعض. تمام ما شاء الله ده حلو قوي يا جماعه. بصي وتاخدي هديتين بقى، تاخدي قوالب الكيك او طقم الهديه او طقم احمد حاطط لكم الغطا اهو. شايفين العظمه؟ حلو قوي. ده كده بالنسبه للبراد وده طقم التوزيع وده الجوانتي الماسك وطقم الكنك اهو مع الستاند بتاعه. حاجه ترويقه. اه شيك جدا والله ما شاء الله. كمان الحله بتاعته جديده. يلا يعني الحله بتاعته مختلفه خالص. حله عيب تحس ان الاكسسوري بتاعته جرانيت. جرانيت جامده جدا. حاجه كده مختلفه. اه الحله طالعه كمان اليد عدلة. هنا اليد هنا فيها تجويفه من جوه زي ما انت ماسك اه. بصوا بتمسكي فاضيه شويه من جوه تجويفه وفي نفس الوقت سمكها الملمس هنا تحت تحس ان انت ماسكه سيليكون ومن فوق هنا دي كانك ماسكه جرانيت. يعني طقم جميل جدا. بصوا ستانلس توزيع حراري وميد ان تركي لاينز. احنا مش بنراجع على لاينز ما شاء الله تركيا. اه ما شاء الله يا جماعه توزيع حراري اهو جميل جدا. حته واحده كده تبص عليه كده تقول عليه طقم كده اللي هو ايه زي الكركماس كده بالظبط. يعني حلو قوي. كمان اتقل من الكركماس ما شاء الله. هو باين عليه. بصوا اللبانه بقى. يبقى احنا شفنا الحلل المقاسات طبعا احنا هنقولها دلوقتي وشفنا البرادين وشفنا الكنك وطقم التوزيع والماسك وادي كمان اللبانه. شايفين؟ هتشتري لبانه وهتشتري البرادين وهتشتري طقم الكنك الاستانلس. ايوه كنك الاستانلس. كل دي حاجات اساسيه يوميه ليكي. كل الحاجات دي اساسيه بتستعمليها لازما كده كده هتجيبيها. اه الاربع حتت دول الاربع حتت دول لو جينا نتكلم فيهم هنتكلم فيهم في 2000 2000 ونص. اه ده البرادين. برادين مقاسين مختلفين ولبانه وطقم كنك. طقم كنك دول كده يعني زي ما احمد قال مش هيعدوا ال 2000 2000 وكسور. شايفين طقم الكنك مع البرادين مع اللبانه. تمام يا احمد. الطقم ده قلنا كام حله وتكوينه ايه؟ احنا خلاص شفنا حاجته وكده. في صينيه او قلايه حاجه كده. في قلايه وفي صينيه الاثنين. تمام. بصوا القلايه غويطه اقلي براحتك بقى. وكمان في حله هتلاقي الغطا بتاعها يركب عليها. يركب عليها اه. فانت مستفاده في كل النواحي ما شاء الله. طقم عظمه واستعماله شياكه قوي ومريح. يعني هتستعملي فيه القلايه وتستعملي فيه الصينيه وتستعملي فيه الرفيع دي تقريبا يوميا زائد طبعا الحلل معاكي. طيب نراجع تكوين الطقم يا احمد ونقول سعره. قلنا قد ايه حلل؟ اثنين اربعه. قلنا اربع حلل وقلايه وصينيه ولبانه وبرادين وطقم كنك واثنين جوانتي. اكبر حله 28 28 بعدين 24 بعدين 22 بعدين 20. تمام حلو قوي. طيب ايه تاني بقى؟ الطقم ده بكام؟ التكوين بتاعنا اهو يا جماعه بكام ده يا احمد؟ 28 قطعه دول اه كانوا نازلين ب 10200. تمام. هينزلوا معانا في العرض. اه هينزلوا معانا في العرض. احنا قلنا هتاخدي خصم. ايوه خصم على ثمن الطقم. تمام. هتاخدي هديتين على الطقم. تمام. الامراء بس عشان شحن مجاني. مجاني. العرض ده على الطقم ده عشان نبقى متفقين. استيراد الامراء ولاينز عشان نبقى متفقين. اه يا احمد ايه تاني؟ بس ما معاك اربع حاجات اهو. السعر بقى يا احمد. السعر احنا بنبيعه ب 10200. ايوه احنا قلنا هتاخدي خصم. هنحسب لك بعد الخصم هيبقى عامل معاكي 9150. 9150. طب بقى يا احمد ده استيرادكو صح؟ تمام. ده كمان استيرادكو ينطبق عليه اللي احنا قلنا على ده؟ ينطبق عليه اللي احنا قلنا. ايوه كده. بصوا بقى ده نفس العروض اللي موجوده هنا موجوده هنا. يعني معايا لا هنا ده 28 هديتين ده حق. اه ماشي انا ده قصدي معاكي هديتين ماشي. معاكي شحن مجاني
معاكي كمان السعر بتاعه عرض. ده بقى حاجة عظمة جدا. ده الحلة اللي هي بومبي على خفيف، مش بومبي قوي، وداخل فيه حلة مكرونة، وداخل فيه بقى كسرولة ودلع. ايه بقى يا احمد ده 30 قطعة ما شاء الله، اكبر كمان. ده 30 قطعة. استيراد القمرة بقى. استيراد القمرة ولاينز، عشان كده انا خدت العرض من ده حطيت على ده. اه يا احمد. ده اكبر في العدد. 30 قطعة. هناك كان اربع حلل. تمام. بس هناك في فرق عن هنا. هناك الحله بومبيه، هناك اليد بتاعته جرانيت الجديده. تمام. يعني في ده ليه مميزات وده ليه مميزات. ده الطقم ده لو جيت القرنين بين وما بين اخد الكركماز، لا انا اقول لك خدي ده. فعلا؟ خدي ده وهديكي ضمان 25 سنه. تمام. مش انا اللي هديكي الضمان 25 سنه كمان؟ الشركه. ده الشركه هي اللي هتعطيكي ضمان 25 سنه. بس احنا برضو عندنا الكركماز، يعني انا مش شايفاه موجود معانا. بس هو موجود. هاتي الكركماز اهو. موجود معانا يعني. موجود. طب تمام. طيب نفتحه ونتفرج عليه على ما يجيب الكركماز. يعني هو الطقم حاطط لك جواه هديه. عجب وهو ساب الطقم ومسك ده. لا لا، لان فعلا يعني مش حاطط جوانتي. اه مش خامه تعبانه، ده قطن. اللي بتحط حاجات تعبانه. اه لا ده حاطط جوانتي تركي. وريني جوانتي بقى ولا يسخن على ايدك. اه ده عامل زي الكتان. لا مش قطن كده، في قطن بس خفيف. اه عامل زي الكتان. ده حلو قوي. برده الجوانتي محترم. اه ومتبطن من جوه ومش سفنج يا جماعه. ده حلو قوي. جميل ده قوي فعلا. لماح يا احمد. طيب ده كده معاه كمان طقم التوزيع بتاعه. ده طقم التوزيع متعارف عليه. لازم يغروا الناس. بصوا بقى، بص احمد بيقول لازم يغروا الناس. عجبه هو الطقم، عجبه. الله ده تقيله. الله. بصوا يا جماعه التوزيع الحراري هتعمل له ايه؟ انت دايما تيجي عند الكاسروله تقول كده. بصوا ارتفاع محترم جدا ما شاء الله، وحاجة جامدة جدا. شايفين يا جماعة بجد حلو قوي. بسم الله ما شاء الله. طيب ده كده معانا قلاية طبعا لاينز وتركي و 18 على 10 او 304، ومعاه حلة جامبو. دي ايه؟ مقاس كام دي؟ سيبي كده. لا والنبي ما انا ماسكة. انت كل مرة تعملها معايا. لا ابدا. ده مقاس كام دي يا احمد؟ دي حلة بحلتين. دي حلة ب 10 حلل ما شاء الله. دي تحط فيها كام دكر بط حلوة كده. وهي فاضية كده تقيلة كده. اه. امال لما تتملي بقى العروسة بقى تشيلها ازاي؟ العروسة عندنا انتوا متخيلين بقى عرايس اليومين دول يشيلوا حلة زي دي؟ مالناش دعوة. يعني متهيألي المرات ما تقدرش تشيلها. بصوا يا جماعة دي 34. 34. دي 34 ما شاء الله. بصوا بجد حاجة حلوة قوي. وبومبي، والبومبي على فكرة بتبقى الساعة بتاعته كبيرة وحلوة، وارتفاعها عالي، ومط من بره، نصها مط ونص لامع، وحاجة محترمة. واليد بتاعتها كبس وشياكة جدا، وما شاء الله توزيع حراري محترم. طبعا لاين غنية عن التعريف. صور يا احمد. يا سلام. يلا بينا مع الحلة دي وحطيها. ايه صورتها لك. الولد الموبايل حلو جدا ما شاء الله. لا بجد. مقاسات بتبدا من كام؟ قلنا المقاسات هتبدا من 28 22 24 34. ودي مقاسات بقى الحاجات التانية اللي معاهم، الحاجات الرفاي. اه هنا دول اربع حلل، خمس حلل. خمس حلل حطيت لك الحله الكبيره مع الاربع حلل. يعني انت لو في بدايه حياتك هتستخدمي الاربع حلل دول. تمام. عندك عزومه عقيقه الكلام دوت، هتبقى حله ايه؟ ال 26 دي بتاعه المكرونه. حله 34 دي حله طالعه عدله على طول. تمام. وال 34 دي اللي احنا شفناها الكبيره بتاعه العزايم، وبعد كده المقاسات العاديه اللي هي البومبي. فهمت قصدي؟ تمام. تمام. يعني هل دلوقتي انا لو عايز استخدم حله المكرونه دي في الحله الكبيره ما اعرفش استعملها؟ ما اعرفش. ينفع؟ ينفع؟ ينفع. بصوا هي يعني طبعا لو حبيتي تستخدمي الحله دي على الحله الكبيره ينفع تستعمليها. تمام تمام تمام. لان الشيف بصي هو الطقم هيبقى معاكي، فانت براحتك انت اعملي فيه اللي انت عايزاه. واللي توصلي له عرفوه لنا برده، يعني نشوف لو ليه استعمالات تانية احنا مع بعض. طبعا قلنا ما شاء الله خمس حلل، سته وكسرولة وقلايه وبراد وطقم كنك وطقم توزيع وماسك محترم. بكام بقى اللي تيجي بقى تاخد الطقم؟ اه ان شاء الله لما تيجي تعمل عقيقه وتستخدم الحله دي ماشي، تبقى تجيب لنا من اللي هتعمله في الحله دي. ماشي يا احمد. ماشي يا احمد. ماشي. طيب احنا قلنا بقى ايه؟ ايوه هيبقى معاه الفواتير بارقام التليفونات. احنا قلنا الطقم ده شحنه مجاني. شحن مجاني. والسعر لوحده عرض، وعليه هديتين من اللي احنا هنقولهم دلوقتي برضو. هديتين في اربع هدايا. اه معاكي دول كده ثلاث قطع في هديه واحده، ومعاكي دول ثلاث قطع، ومعاكي طقم صواني. اه ادي اربعه. حلو قوي. وقلنا الشحن مجانا ادي خمسه. تمام. وقلنا خصم على الطقم. تمام. ادي ست هدايا معاكي في الطقم. حلو قوي. في حد بالله عليك عمل كده قبل عن كده؟ خالص. احنا بتوع جديد. القمره بتعمل دايما كل حاجه جديده. قيمة
الطعم ده يا احمد؟ 8950. ما شاء الله، انا استغربت للسعر ما شاء الله، يعني ده 30 قطعه يا جماعه، وفي حله مكرونه وفي كنك وبراد وكل حاجه تمام، وعليه كمان هدايا وشحن مجاني. ده احنا النهارده بجد يا احمد ببلاش. والله اه ما شاء الله. انت هتاخدي الفيديو ده، الفيديو ده اسعار ببلاش، الفيديو ده ضمان، ده حقيقي، الفيديو ده حقيقي، الفيديو ده يا جماعه جاي يكسر الدنيا. القمره غابوا علينا بس جاي لنا بجد بعروض جامده جدا. معانا بقى طعم حلال تورنيدو الاصلي او ترنادو الاصلي. بصي انا نفسي الاقي عميل يجي لي يقول لي احمد انا عايز اجي هجهز اختي من عندك او هجهز خطيبتي من عندك، انت اديني اللي انت عايزه. هما بيجوا عارفين، كله بيبقى جاي عارف هو عايز ايه. طب ما حلو، انا نفسي يجي لي حد مش عارف هو عايز ايه. انت عايز تدي له الطقم ده يعني؟ عاجبك؟ مش هدي له الطقم ده. امال؟ يعني انا هجهز له جهاز عروسه زي ما قال الكتاب. زي ما قال الكتاب. اه. زي ما قال الكتاب. يا جماعه وهوفر لك، يعني لو ابو عروسه ولا ام العروسه هوفر لك، وهمشي لك العروسه بتاعتك مرضيه ومقتنعه واخده كل اللي نفسها فيه وعلى قد الفلوس اللي في شنطتك كمان. حلو قوي. طب خدوا الكلام ده من احمد ونفذوه وشوفوه، لو عجبكم كملوا، ما عجبكوش ابقوا تعالوا بقى ابداوا من اول وجديد وخدوا كل اللي انتوا عايزينه. صح يا احمد؟ طيب الطعم ده مبدئيا اربع حلل وكاسرولا وجريل ومسكتين سيليكون. ما تفتح ونشوف. ده جرانيت. ده جرانيت. تمام. ده تورنادو. ده طبعا التورنادو الاصلي. تمام. عشان في حاجات اسمها تورنادو كتير في السوق. اه تمام. ده بتاع توشيبا الفعل بقى. اه. ده الاصلي بقى بتاع توشيبا. كان يقول لك التورنادو التقليد ويقول لك ده بتاع توشيبا عشان بيبيعوا لك 5 6000 جنيه. تمام. لكن ده التورنادو بتاع توشيبا ميد ان كوريا، طبعا علامه الايزو الكلام ده كله واخده. ده الكوري طبعا، هو ما حصلش على براند زي او ما اتعملوش ترند زي النيو فلام والكركمات. الله ايه الجمال ده، ايه الجمال والشياكه دي. بصوا استنى يا احمد، بصوا الحله ارتفاعها عامل ازاي واللون بتاعها، وبصوا كمان من بره هنا ميدن كوريا. الله 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 الله، والحله تقيله وحاجه محترمه جدا. طبعا فتحه التهويه اهو، هم عاملين لك علامه فتحه التهويه هنا من تحت، وحاجه محترمه جدا ولونه شياكه جميل جدا ده يا احمد ما شاء الله. بصراحه انا مش لاقي كلام اقوله من لمعه، من عمق حله، من اكسسوار بتاع الغطا، من اليد بتاعته مقبض مسكته مرتاحه. ايوه. ولا تتزحلق مني ولا تتزحلق مني. فهميك. اه الحله ليها حرف. اه الحله ليها حرف من هنا. ايوه. ولا اي حاجه. فتح التهويه تفتح تقفلي. اه ما شاء الله حله محترمه. رسمه 3D من تحت. اه توزيع حراري محترم برده، سمكها محترم جدا. كلام كتير. اه يعني طعم مش عايز كلام ما شاء الله. حله غويطه يعني كفايه عمق الحله. كفايه الحله عالي، حاجه محترمه جدا. بص الغطا ثابت عليها، ثابت، واخدين بالكم؟ ما شاء الله حلو قوي 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 قوي. عجبني ده، عجبني ولونه شياكه. ده في منه رمادي كمان، يعني اللون اللي على الكرتونه رمادي، وده بيج. تمام. ودي الكاسرولا اللي احمد بيفتحها لنا. طبعا اي حله فيها نفس الشيب كده هتلاقيها برده ارتفاع عالي والغطا. الله. كاسرولا وبغطا. اه حلّة. جميله. بصوا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بجد حلو قوي حلو قوي الطقم ده. ده بجد خطير خطير خطير. شايفين الشياكه ما شاء الله حلو قوي. ده كده اربع حلل وكاسرولا زي دي، اربع حلل وكاسرولا وجريل كمان. لا جريل ومعاه المسكتين السيليكون. واربع مسكات. اربع مسكات ولا مسكتين؟ اربعه. طيب ادي اثنين وادي اثنين. تمام. الطقم ده بكام يا احمد؟ الطقم ده ب 7950. طقم حلو محترم شياكه وبراند وحاجه محترمه جدا، والوانه شياكه، الجري بتاعه عظمه قوي، والبيج بتاعه كمان البينك. شياكه، وفي منه كمان البينك يا جماعه. كمان طقم النيو فلام، بصوا ده بقى اربع قطع، اربع حلل وقلايه، ده واخد الشكل السداسي، ده 11 قطعه، ده النيو فلام الاصلي يا جماعه. لازم تعرفي كل حاجه بتفاصيلك واحنا بنشتري. بصي بقى صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. اتفضل. وخدتيني بسرعه. ماشي. ده طبعا ال 11 قطعه. تمام. ده الحله ال 28. ايوه. في منه نفس التكوين، حله مقاسها اكبر. نفس التكوين. اه. حله مقاسها اصغر. 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 تمام. ده 26. اكبر حله مقاس 28، في منه نفس التكوين مقاس 26 اهو. اهي.
عشان بس الاسعار الناس بتقول في فرق سعر. لا وده مضلع وده مضلع ده مضلع وده مضلع. ايوه نفس كل حاجه، بس اكبر حله هنا مقاس وهنا اكبر حله مقاس تاني. طيب يا وهل الالوان هنا موجوده هي هي هنا؟ طبعا هي هي الالوان. هنا بقى مكتوب هنا نيو فليم طبعا ليها، بصوا حاجه كده باينه جدا، وليها من هنا الحبيبات بتاعه السوا اللي هي توزيع الحراري، والحله من جوه عشان تضمن توزيع حراري الحله فوق وزي تحت عشان يتوزع فيها البخار وينزل على الحله. انا جت قالت لي قبل عن كده انا عايز طقم الحلل اللي بيسوي وش الرز. هو ده. فانا ما كنتش عارف يعني هو ده، ما عرفتش غير منها فعلا ان الحبيبات دي بتساعد على تسويه وش الرز غير منها. ايوه ما هي دي عشان البخار بيتجمع فيها بيخلي التوزيع الحراري كل واحد. هنا بقى مكتوب عليه نيو فلام ميد ان كوريا. ميد ان كوريا مكتوبه يا جماعه، معلش استني يا احمد. ايوه اهي بانت سكرين وكبرها وشوف براحتك. تمام غير اللون الفاتح. تمام ما شاء الله. طيب دول كده يا احمد ايه، اربع حلل وقلايه ومسكتين سيليكون. ده 9 قطع، ده 9 يعني 11 زي هنا المحسوب فيه القطعتين المسكتين. القطعتين المسكتين. طيب ده بكام؟ ده اللي هو 28 والثانيه 26. ده 28 وده 26. تمام ده بكام؟ 28 ب 8450. تمام وال 26؟ وال 26 ب 8000 جنيه. 8000 اللي احنا بنقوله ده عليه شحن مجاني، عليه كمان اي هديه من اللي احنا شفناهم بالزبط. هنا دول اي وحده هديه مش اتنين، اتنين كان على الحاجات اللي هو استيرادهم عشان يبقى كلامنا واضح. تمام طقم الصواني يا اما طقم يا اما طبق الفاكهه يا اما طقم الهديه. حطها في الارض بقى، ما تحطش حاجه فوق. تمام واخدين بالكم يا جماعه، عروض حلوه قوي النهارده من عند القمره. طب احمد كنت عايز توريني حاجه. حله نيو فلان. تمام نفس الشكل مش نفس الالوان. تمام بس في منها نفس يعني الرز، في منها رز، في منها رز، نفس المقبض الحله، نفس المقبض بس الفرق هنا مش مكتوب نيو فلام عشان تبقوا معايا في الصوره وفاهمين، عشان كنا بنقول ان الفلام ما بينزلش منه تقليد. تمام هنا اهي دي ناعمه جدا. لا هنا هنا ناعمه برضو، بس هنا مش مكتوب نيو فلام، وهنا طبعا مكتوب نيو فلام وسكرين. وشوفي كل تفاصيلك علشان الحروف بتتغير. تمام هنا بص نركز بقى في الاصلي والتقليد. هنا ده رش وده رش اصلا. تمام يعني ده رش باين وده رش. باين بصي بصوا برضو. لا وكمان هنا المقبض والدنيا والتفاصيل مش وحش، بس طبعا انت هتدفعي في النيو فلام، انت واخده براند اصلي محترم. احنا بنقول لكم ليه؟ احنا بنقول لكم ليه اللي بره هنا؟ هو احنا بنقول لكم ليه او بنعرفكم ليه؟ بنعرفك لان انت سواء جيتي اشتريتي من عند الامراء، اشتريتي من اي حته ثانيه بره، تبقي عارفه ومتاكده ان نزل منه التقليد. التقليد فانت لما تيجي تشتري تروحي على مكان انت واثقه فيه على طول. ده بصي ده خفيف ده تقيل باين من اول نظره باين. اصلا انا مش هيبقى اول ما مسكتكم عرفت الفرق على طول. باين ده مكتوب. طيب. هنا نيو فلام كوريا. كوريا بس نيو فلام حتى الحروف متغيره. بصي الان الاي اليو بعد هنا بعدها حرف الاو او يو. ايوه وبعد كده هنا في او. تمام تمام حتى الكلمه متحركه هي باينه، انت هتشوفيها هتعرفي. هنا مكتوب كوريا. بص حتى التوزيع الحله بتاعه انت هتشوفيه والله هتعرفي. احنا بنعرفكم بنعرفك عشان تبقي عارفه ان التقليد نزل السوق، فلازم تبقي واخده حاجه. انا بقعد اقول ليه مكتوب عليه ميد ان كوريا سكرين وكبري، هنا مكتوب نيو فلام، هنا في توزيع حراري، السمك يا جماعه، التقل، هنا جرانيت وهنا جرانيت. بقعد اقول كل ده تبقي حافظه وانت جايه عارفه انت هتاخدي ايه. ما تخليش حد يضحك عليكي جبتي من هنا او من عند حد تاني، تبقي عارفه انت بتاخدي ايه. احنا بنعمل فيديوهات تبقي فاهمه وانت بتشتري. طيب احنا قلنا الاسعار صح كده. طيب نيجي بقى لده، ده 11 قطعه لون تاني صح؟ ده 11 قطعه لون تاني. تمام يعني بنفس السعر بتاعنا. بص اللون بقى الجميل الشياكه اللي ما حدش بيرضى يبيعه لاي زبون. يعني بصراحه اللون ده حاجه محترمه. اللون ده جديد. ده جديد في النيو فلام. امسكي كده. ما انا همسك بايد واحده مش هقدر. ما امسكي بايد واحده. ماشي ما شاء الله. بص الجرانيت بتاعها عامل ازاي. نيو فلام حاجه محترمه جدا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جميله والبيج، واحنا كنا لسه شايفين الروز. تمام الوان وجميله جميله جميله. طيب تعالوا بقى نبص كده
اهو ميد ان كوريا، باينه هنا بقى. ايوه باينه. تمام، خدوا بالكم يا جماعه من التفاصيل دي. انت هتدفعي فلوس فعايزه حاجه كويسه، فلازم تبقي متاكده وانت بتشتري الحاجه انت واخده ايه. شايفين الحاجات القمر دي بجد جميله جدا ما شاء الله ومحترمه قوي. طيب معانا كمان بقى ال 14 قطعه، ده تكوينه كبير ما شاء الله، ده خمس حلل، مفيش طقم حلل جرانيت بينزل خمس حلل ابدا، ده معانا خمس حلل وبوك وقلايه وصينيه وطاجن مستطيل وطبعا مستكتين. اكبر حله مقاس 28 26 24 22 20، والبوك مقاس 30 والقلايه مقاس كام 26. حلو قوي. ده طبعا واخد نفس الشكل ده يا جماعه، الشكل السداسي والغطا وكل التفاصيل دي. ده بكام يا احمد؟ ده ب 14200. 14200 نازل معانا في العرض. ب 13600. 13600 شحن مجانا. انا بقى السافلون ده ثلاث حلل وقلايه وطاجن فرن، ده تسع قطع. ده بقى اللي هو عايز ايه بقى، مش عايز عدد كبير. مش عايز حاجات كتير في الطقم وفي نفس الوقت بتحب البراندات، فالطقم ده هيبقى حلو ليكي قوي. ده الطاجن، لا ده القلايه بالشبكه بتاعتها. الله، بصوا ما شاء الله، سافلون سافلون يعني ولا كلمه ما شاء الله. بصوا يا جماعه، سافلون ميد ان تركي والمقاس 24، وطبعا الغطا بتاعها لو في حله جوه مقاس 24 الغطا بتاعها هيجي عليها. بصوا التوزيع الحراري حاجه محترمه جدا بجد. طيب دي كده قلايه وهنا حله. يا سلام، بصوا بقى احمد جاب لنا الحله وجاب لنا الغطا بتاعها. بصوا بقى ما شاء الله بجد تحفه، جميل قوي يا احمد. الغطا ده يركب هنا، ده مدور جرانيت بره وجوه، غطا ستانلس. يركب هنا او هنا، ده غطا الحله يركب معاكي على القلايه، جميل جدا. طيب مقاسات الحلل ايه يا احمد؟ دي مقاس 24 ماشي، والقلايه قلنا 24، مقاس 28 اكبر حله 24 20، والقلايه مقاس 24، والطاجن مقاس 31، كلهم مقاسات حلوه قوي ما شاء الله، يعني مقاسات استعمال جامده. طيب ده كده المدور، غطا ستانلس تمام، غطا ستانلس وجرانيت بره وجوه، وزي ما احنا شايفين كده حله محترمه جدا واليد بقلم. معاه كمان شبكه التحمير عشان ما ننساش. الطقم ده كده بكام؟ وفي الطاجن طلعه لنا بقى، انا استنيتك تطلعه. بصوا يا جماعه، الطاجن بتاع السافلون عظمه عظمة عظمة، الله تقيل. بصوا وتوزيع حراري وحاجة بجد محترمة جدا، بسم الله ما شاء الله. أيوة شايفين بيضوي ما شاء الله. طيب التفاصيل بتاعتنا اهي شايفين ما شاء الله، تمام حلو قوي يا احمد ما شاء الله. الطقم ده كده معانا بكام؟ قلنا ثلاث حلل وقلايه وطاجن وغطا 24، الحله يركب على القلايه ومعانا شبكه فرن كمان. بكام بقى؟ الطقم ده كان نازل ب 6100 تمام. احنا قلنا هنعمل لك خصم، هيبقى عامل معاكي 5500. 5500 ما شاء الله، تمام يا احمد. هيبقى عامل معاكي 5350. ايوه 5350، طقم ثلاث حلل وقلايه وطاجن فرن وشبكه. بدل الخصم عملنا خصمين وهديه وشحن مجاني. حلو قوي ما شاء الله. جرانيت سافلون بس؟ لا طبعا، لا ده عندنا تيتانيوم. عندنا تيتانيوم، احمد بيسالني ما اعرفش ولا هو بيجاوب. بصوا عندنا طبعا تيتانيوم، وتيتانيوم بالشكل ده بس، والشكل المربع كمان يد ستانلس ويد بقلاية. ده تيتانيوم مربع ولا جرانيت؟ في تيتانيوم مربع وفي جرانيت مربع، وفي تيتانيوم مدور، في تيتانيوم، في جرانيت مدور ماشي، في جرانيت 13 ايوه، وفي جرانيت 13. طب يلا، في تيتانيوم 13 وفي تيتانيوم 13 ماشي يا احمد يلا. ده تيتانيوم 10 قطع مدور غطا ستانلس، افتح لي علشان اشوف. بصوا الطقم ده عظمه وشياكه وحلوه قوي، واحلى حاجه انك تستعملي تيتانيوم يا اما سافلون يا اما نيوكلاين. ده كده الحله بقى معانا، بصوا شكلها ما شاء الله شيك ازاي، واليد المنفوخه ما شاء الله، حاجه مش عارفه ليه مطلع لنا حله صغيره تمام، وفتحات التهويه بتبقى موجوده وكل التفاصيل بتاعتنا. احنا بنحب الحلل الكبيره. بصوا التيتانيوم بقى جوه، بنحب ناكل، شايفينها بتلمع ازاي، التيتانيوم وسافلون وحاجه محترمه جدا. بصوا الحله الكبيره قوي جميله والله عظمه. الطقم ده يا جماعه انا بعشقه، انا بعشق السافلون جدا جدا جدا. كده قلنا الحله الكبيره ما شاء الله. الطقم ده قلنا كام حله يا احمد تاني؟ اربع حلل. اربع حلل ومقلايه وزي صينيه وصينيه تمام. وزي ما احنا شفنا الحله عامله ازاي، حاجه عظمه. ده بينزل بلون واحد بس
ولا بينزل الوان؟ بينزل اسود، بينزل نبيتي، تمام، بينزل رمادي، بينزل اللون اللي هو مدي على احمر شويه. احمر فاتح بكام بقى الطقم ده؟ 10 قطع ده؟ ده 10 قطع. ده كان نازل معانا ب 8250، تمام، نازل معانا في العرض ب 7500. ب 7500، حلو قوي وجدا. كمان يد ستانلس، يد ستانلس يا جماعه اهو، اعملي على طول سكرين في منه اليد البقلايت نفس التكوين 6800، تمام، نفس التكوين. طيب عايزين تشوفوا منه التيتانيوم ولا عايزين تشوفوا منه الجرانيت؟ انا هوريكم حاجه واحده بس، الجرانيت. طالما شفنا التيتانيوم نشوف الجرانيت. نشوف الجرانيت. احنا فتحنا الجرانيت يد ستانلس. طبعا اليد الستانلس المضغوطه يا جماعه بيبقى مكتوب عليها هنا سافلون، شايفين اهي، تمام. ومش عارف في عميله جت بتقول لي اليد بتتلخلخ، يعني انا عايز اعرف اليد هنا هتتلخلخ ازاي؟ مش عارف تتلخلخ ازاي، مش عارف. طيب خلينا نقول لو المقبض معاكي بيتلخلخ، هو اصلا بيتربط فك وتركيب. المقبض بيتفك، هو فك وتركيب. المقبض بيتفك عشان تنضفيها بالظبط، هو فك وتركيب عشان نبقى متفقين. لكن هنا دي عمرها ما تتلخلخ عشان تبقي عارفه، تمام. ما شاء الله احنا هنا عند القمره، يعني الحاجه الله اكبر، حاجه محترمه جدا. وزي ما احنا شايفين كده ارتفاع الحله وسمك الحله ما شاء الله، والحله غويطه ازاي، بجد حاجه محترمه جدا. وطبعا تركي يا جماعه، سافلون ميد ان تركي، سافلون معروف تخدمه انت، وكل التفاصيل اهي قدامك. طبعا انا عن نفسي واخده هنا سافلون عند احمد، مش انا اخدت سافلون يا احمد؟ حصل ما شاء الله، بجد حاجه حصل. عظمه يا جماعه، وشايلين العروسه على فكره. لا كان غلي شويه، كان غلي شويه، ما هو كان غلي شويه بس كان رخيص. الحمد لله. ما انا يعني بقعد اقول لكم اشتروا يعني، ما شاء الله. بصوا يلا يا احمد. ده كده معانا منه كام حله الطقم ده؟ اربع حلل وقلايه. نفس التكوين ده في منه سيتانيوم يا جماعه، هو عشان كده عامل لك وش كرتونه، وش ووش وش هنا ناحيه التيتانيوم وناحيه الجرانيت، تمام. هتقولي اتفضلي افضل الجرانيت، تمام. انا بالنسبه لي لو هتجيبي تيتانيوم طبعا بين ماركات كتير يبقى اكيد السافلون. الجرانيت احسن حاجه في الجرانيت برضو بالنسبه لي السافلون. النيوفلام ما شاء الله طقم عظمه وناس كتير بتحبه برضو، بس انا احب اشتري السافلون. الناس اللي هتسالني يا شيماء طب وانتي، بصوا قلايه حاجه محترمه جدا. بصي الايام اللي جايه قلايه وشياكه بقى سافلون يا جماعه. بصوا بقى الايام اللي جايه، بصوا خد يا احمد، بصوا الله. خدنا الحله الكبيره حطينا الغطا بتاعها على الصينيه، انت معاكي حله ثانيه اي مقاس كده كده، اي مقاس. يعني مثلا دي مقاس 26 هيركب معاها الغطا بتاع 26 او 24 هيركب عليها، تمام. دي 28 هتاخدي الغطا بتاعت الحله ال 28 تركبيه عليها هيركب عليها، تمام. في اي فوق مش شرط سافلون، استغلي الدنيا هتلاقي نفسك مش شرط حلوه اي يعني. حاجه انت ابدعي وفنني في المطبخ، المطبخ مطبخك واللعبه لعبتك، تمام. نسينا نقول حاجه مهمه، اتفضل. ان ده خالي من الرصاص، ده اكيد، ده سافلون يا جماعه اهو، حاصل على علامه الايزو، تمام. سافلون معروف يعني غني عن الفن، طبعا طبعا، مش شرط نتكلم فيه كتير كل مره، مش كده؟ كام بقى؟ كان عايز تعرف انهي واحد اللي انت عايز تقوله، قوله يا احمد. انا عايز اقول لكم كل الاسعار، قول كل الاسعار. وبمناسبه ان انا عامل لكم عروض على الاسعار كلها، ايوه، مش هيحفظوا، لا بيكتبوا، مش هيحفظوا، لا انا متابعيني، انتوا جهزوا جنبكم ورقه وقلم، اكتبوا البكلايت تكوينه قد كده بقد كده، واحمد هو هيقول واحده واحده. اللي احنا شفناه دلوقتي بكام؟ قلنا اربع حلل يعني وطاسه وصينيه، عشان ما ينتوهش من بعض، ماشي. يد ستانلس مربع، تمام، التكوين اللي احنا شفناه، جرانيت ال 10 قطع، التكوين اللي احنا شفناه نازل بكام؟ نازل ب 9500، حلو قوي. هنشطب عليها، ماشي، وهنكتب جنبها بكام؟ ب 8450، تمام. وعليه شحن مجانا، شحن مجانا وهديه، الهديه من الهدايا اللي احنا وريناها، تمام. نيجي بقى اللي زيه، تمام. تيتانيوم بكام؟ اللي زيه تيتانيوم نفس السعر، نفس السعر، اللي هو هيبقى زيه يد ستانلس، ايوه، تيتانيوم يد ستانلس زيه، تمام تمام. طب اللي زيه بقى يد بقلاية، يد بقلاية تيتانيوم ولا جرانيت؟ قول الاثنين يا احمد. تيتانيوم هيبقى عامل معاك 7700، ماشي. جرانيت هيبقى نفس السعر. معانا بقى ده ايه؟ ده تكوينه كبير، ده تكوينه كبير، ده 13 قطعة، ثلاث حلل وطاجن، اربع حلل. وطاجن وطاجن وقلايه وجريل ولبانه. يلا بينا اللبانه بقى، بص ما شاء الله كبيره ازاي، ما شاء الله. دي تاخد لها بتاع كيلو لبن تقريبا، كيلو ايه؟ ايه كيلو ايه؟ تاخد ايه؟ دي اقل واجب، ايوه، 2 كيلو. طيب عشان تدي مساحه للفوران معاكي، أيوة، ما هو يغلي، ما هي 16، ماشي، 16 يعني 2 كيلو، ماشي، 2 كيلو،
ماشي مقاس 2. طيب بصوا بقى ليها فتحات تهويه اهو، انت هاتي واللي انت عايزه تعمليه اعمليه، انا ما اعرفش تاخد قد ايه. انا عندي اللبانه بصراحه بحط اللبن فيها على طول، انا عندي بعمل 2 في 2، 2 كيلو في 2 كيلو، فدي تاخد تقريبا ممكن 2 كيلو، فحلو قوي ما شاء الله مستريح يعني. تمام، ليها فتحات التهويه بتاعتها والتوزيع الحراري وكل حاجه، واحنا شفنا الحلل بتاعت السافلون. هنفتح حله، نفتح حله يلا. بصوا بقى ال بصوا بقى يعني الحله ما شاء الله حاجه محترمه جدا، شايفين عامله ازاي، حاجه سافلون محترمه. تمام، بصوا بقى ما شاء الله بجد حلو قوي، جرانيت بره وجوه، غطا ستانلس ميد ان تركي، سافلون يا جماعه، توزيع حراري لا. محترم، انت بتاخدي حاجه محترمه، براند اسمه محترم جدا في السوق. هنا مكتوب 2022 شهر 8 ده تاريخ الاصدار، ده تاريخ الاصدار. تمام، هنا بقى موجود ميد ان تركي ورقم الحله المقاس بتاعها وايه كمان، انا عايز اكتب رقم تليفون ينفع؟ ينفع طبعا. بصوا بقى يا جماعه، انت رقم تليفونك اخره كام يا احمد؟ 041 اخره 041، لان عايزين يتواصلوا، ده اوله. طيب اللي عايزين يتواصلوا مع احمد على طول الارقام على الشاشه، رقمه اخره اوله 041. طيب يا احمد، السافلون بينزل رمادي وبينزل روز وبينزل اسود وبينزل ايه تاني؟ اربع الوان. ايه تاني فاضل؟ لون رمادي اسود وروز، روز كافيه إيه او بيج؟ لا. بيج بني. ايوه اللي هو البيج بني. طيب بني اللي هو ده، اللي هو اللون ده كنا مصورينه من شويه. بصوا بقى القلايه، الله جميله، ده جريل، دي الجريل. تمام، دي الجريل، القلايه اهي. طيب الطعم ده بكام بقى؟ ده يد بكلايت زي ما احنا شايفين. الطعم ده بكام يا احمد؟ وقلنا كم قطعه ده؟ ده 13 قطعه، 13 قطعه، قلنا اربع حله، قلنا طاجن، قلنا لبانه، قلنا جريل، قلنا مقلايه. تمام، 13 قطعه مربع، عشان 13 قطعه مدور اهو يا جماعه. تمام، ده بقى كم؟ لا ده مش مدور، ده المربع، ده المربع. مدور اهو. مدور. ولكن وده اللون اللي احنا بنقول عليه اللي على البوستر ده، ده الاسود. لا انا بقول على البوستر ده اللون البيج اللي احنا بنقول عليه، ده الاسود بني. بصوا المدور برضو الشيكه. طيب الطقم ده تكوينه ايه بقى؟ طبعا غطا ستانلس كمان بتاع المربع. دول اربع حلل وصينيه وقلايه وجريل ولبانه وكسروله. حلو قوي، دول ثلاث حلل، ثلاث حلل وصينيه وقلايه وجريل ولبانه وكسروله. حلو قوي. طب الطقم ده بكام؟ ده المربع ولا المدور؟ احنا هنعرف اللي قدامنا دلوقتي المدور التكوين اللي احنا قلنا عليه ده بكام؟ ده 8500. هينزل معانا في العرض. خليكي شايفاها، بصي 7850، 7880. طيب ماشي، حلو قوي، ده 7880. احمد شايفينها مكتوبه قدامكم؟ لا مش مشكله، احمد رايق النهارده قوي. بصوا يا جماعه ده بكام بقى يا احمد؟ المربع يد بكلايت، البكلايت. ما معيش انا، ماشي والنبي قول. ده 10800 هيبقى معانا في العرض 9800. ده نازل معانا في العرض 9810، 9810، 9810 مجانا. تمام، هدايا. ايوه، الخصم اللي عملناه ده خلصنا؟ خلصنا الحمد لله. خلصنا فيديو البراندات للناس اللي عايزين شغل البراندات، النهارده الفيديو ده كان ليكم. النهارده بقى هنعمل لكم فيديو تاني ان شاء الله، هنزله لكم خلال اليومين اللي جايين. الاسعار الحلوه بتاعتنا اللي هي قريبه لكل عروسه اللي هتجيب اكتر من طقم، استنوا الفيديو ده بقوه لان احنا عاملين فيه عروض حلوه قوي قوي ما شاء الله. بجد الفيديو كان مميز، وانبسطت جدا ان انا كنت معاكم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.